بارك عليك، وبركة من الهم، بركة من التفكير. واش بتي؟ واش كي وليتي لا تفكر في الفلوس قبل ما يجيو، وتفكر فيهم مين يجيو، وتفضل تتحسر عليهم مين يمشيو. تفكر في الوليدات، تفكر في المعدات، تفكر في النار، تفكر في زواجك، تفكر في خدمتك، تفكر اش غتاكل، تفكر اش غتشرب، تفكر في الماء والضوء، تفكر في الديون. علاش اودي؟ علاش؟ لا تخمم، لا تدبر، لا ترفد الهم ديما. الفلك ما هو مصمر، ولا الدنيا ليها قيمة. ايوا دابا انت ملي فكرتي وخممتي ودبرتي جبتي شي حاجة؟ والو. هادشي هذا ديرتي دي ربي، وخلي ربي سبحانه وتعالى يقاد لك حياتك. خلي ربي سبحانه وتعالى يسير لك حياتك، ورضى بقضاء الله عز وجل، ودير اللي عليك، واسأل ربي اللي لك. أريح نفسك عن التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقوم به لنفسك. الله هو المدبر، وهو الذي يسير حياتك، وهو الذي يختار لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. تختار لك الحاجة اللي زوينة لك، وإن كنت زوين كنت في قيمة هذا الاختيار هذا. أما تفكرش تاكل وش تشرب معصية الله عز وجل، ما درتي شي حاجة فيها المزية، لأن هاد السنات هادو ما خلقهم ربي غير باش يمضغو، باش يطحنو. وما قدر لهم أن يمضغوه سيمضغوه. وكلوا بالحلال، لاش تاكلوا بالحرام. ارتاحوا شوية، ارتاحوا. ربي سبحانه وتعالى ما دام أوصل هذا التفكير إليك إلا وأراد منك أن تفكر فيه، لا أن تفكر معه. فكر فيه، فكر تقصيرك في الله تبارك وتعالى. رجع الله تبارك وتعالى، لا إن شكرتم لأزيدنكم، وتحمد الله على المقام اللي انت فيه. ولن ترى إلا خيرا من ربك سبحانه وتعالى، وما رأيت منه إلا كل خير سبحانه وتعالى. أي رواد النفس هذه خصها تربى شوية، قضى في الأحوال ما زكاها. تالي لاد النفس هذه تبقى تلعب بينا كيف بغات. هاهي مرة تلعب بينا عند الفقر، مرة تلعب بينا عند الخوف، مرة تلعب بينا عند الفلوس، مرة تلعب بينا عند الطمع، مرة تلعب بينا عند القناعة. كتلعب بينا، جات الشهوات تديها، جات الشبهات تديها. إوا ديروا لي عشر جام، راه قضى في الأحوال ما زكاها، قد خاف من دساها، رد ليها البال شوية، والله عاش شوية توصل. على الأقل غير اللوامة، لا درتي شي حاجة تلومك عليها، لا درتي شي حاجة خايبة تلومك عليها. جعلني وإياكم ممن يحمل النفس المطمئنة بإذنه سبحانه وتعالى. الله يفرج همومنا جميعا. بارك الله فيكم.